مين اللي قال؟ مين اللي قال إنه التقدم العلمي المصري أو إن العقول المصرية توقفت حتى عصر قدماء المصريين؟ مين اللي طلع إشاعة أن المصريين لم يعد لديهم شيء ليتفاخروا أو يفاخروا به الأمم ويباهوا به الشعوب غير الهرم ومنجزات قدماء المصريين؟ يعني مين اللي طلع الإشاعة دي؟ إشاعة لا يطلقها إلا السفهاء، ناس طول الوقت فعلا فعلا عايزة تفقدك ثقتك بنفسك. انت فعلا ربنا سبحانه وتعالى لما قرر واختار انه الانسان يبقى خليفة على الارض فدى الانسان كل النعم، وهنا تيجي تشوف ازاي هذه النعمة بتتجلى في عقول المصريين. على سبيل المثال، انا مش بقولك انه ربنا اختص المصريين بالنباهة والذكاء والعلم اطلاقا، بس تقدر تقول كده في تجليات، يعني لو صح التعبير كده عنوان تجليات مصرية، هدي تجليات. يعني تقدر تقول لي ايه السر وراء انه هناك الكثير والعديد من الامم والبقاع على سطح الكرة الارضية يعني مليانة مية؟ يعني عايز تيجي تقول لي انه مصر فيها مية اكتر من امريكا اللاتينية مثلا؟ لا. عايز طبعا لا. عايز تقول لي ان مصر فيها مية اكتر من اوروبا القارة الخضراء؟ لا. طب تعالى على افريقيا، يا راجل ده حوض نهر الكونغو اكثر ثراء مننا من الميه بكتير. السؤال بقى، خد بالك دايما في جمله وانا اراها دائما جمله مغلوطه الى ابعد مدى، كلمه هيرودوت اياه ده لما يجي يقول لك ايه مصر هبه النيل، لا هي مش هبه النيل ولا حاجه، النيل ماشي من اثيوبيا لحد البحر المتوسط. مين اللي عمل اقوى وابلغ واعمق واعظم حضاره أثرت في التاريخ، بل وأقدم حضارة كمان على مر التاريخ وعلى مر الأزمان؟ يعني طبقا لمانيتون المؤرخ الشهير اللي هو المعروف باسم مانيتون السمنودي، 5600 سنة قبل الميلاد، 620 طبقا لمانيتون كمان عشان أبقى دقيق، يعني أنت بتتكلم في 7620 سنة، ده كده بس صباح الفل. بل أن هناك بعض الأبحاث الأخرى لبعض دارسين آخرين بيتكلموا على مدة أكبر من كده، بس سيبك من المدة، هي القدرة على التأثير، هذا العلم الوافر، هذا المنجز العظيم. طيب عدي كل السنين دي، هات لي عصر واحد مصر ما كانش عندها فيه فيضان من العلماء، فيضان في أي عصر كان. عصر ده أنت تحبه ما تحبوش، تتفق معاه تختلف معاه، مصر تفيض بالعقول. مصر هي أكبر مصدر عقول على مستوى العالم. يعني لو جيت شفت العلماء المصريين اللي موجودين في الجامعات الكبيرة على مستوى العالم، أكبر عدد هتلاقيه علماء مصريين، أكتر من العدد بتاع الأمريكان، أكتر من العدد بتاع الإنجليز، أزيدك من الشعر بيت، أكتر من العدد بتاع الألمان. حلو. هنا اللي انا بقوله لك ده، لان لما تيجي تشوف ازاي العلماء المصريين بيقودوا فريق دولي رفيع المستوى، خد بالك من كلمه دولي، هم اللي بيقودوا، مش مجرد اعضاء في فريق دولي، مش مثلا احنا بنعمل ابحاث وجايبين خبراء اجانب وبنصور جنبه خالص، انت القائد في هذا الموضوع علشان نقدر نوصل لطريقه مبتكره تعد هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر دقة لتحديد زمن أحداث جيولوجية مهمة وكبرى. معانا على التليفون دكتور أحمد محمد الدسوقي، الدكتوراه في الجيوفيزيكس أو الجيوفيزياء كلية العلوم بجامعة السويس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ فضل ونعم، ربنا يعز حضرتك. وإزاي العلم في مصر؟ طمنا عليه. زي الفل دايما بفضل اساتذتنا اللي علمونا واللي بينتجوا بيورثوا اجيال بعد اجيال من علماء مصر الكرام باذن الله يا رب. طيب انا يمكن اقدر افهم معنى كلمه جيوفيزيكس، اي هي الطبيعه الجيولوجيه او جيولوجيا الطبيعه، لكن لو احنا عاوزين نبسط لكل الناس قدر الامكان، الفريق بتاع حضراتكم ده هدفه ايه؟ ده واحد. ويعني ايه العلماء المصريين هم اللي بيقودوا الفريق الدولي؟ ودي مجله نيتشر اللي قايله كده، ودي ارفع مجله في ما يعني في هذه المجالات على مستوى العالم.
تمام يا فندم. رابع، هو بس توضيح صغير، احنا ناشرين في دورية الساينتفك ريبورت التابعة لدور نشر نيتشر اللي هي أكبر دور نشر في العالم. حلو قوي. الفكرة بدأت إن زميلي الفاضل الدكتور هيثم صحصاح، احنا تيم بنشتغل مع بعض، هو من جامعة دمياط وأنا من جامعة السويس. حلو. جات لنا الفكرة إن احنا نبدأ نشتغل على الفكرة دي من سنة أواخر 2019 أوائل 2020. وبدأنا بالفعل أنا ودكتور هيثم، ثم بعد فترة معينة من البحث احتاجنا يعني نحن عالم في تخصص معين، فأضفنا جميل. الدكتور لوان سان هفام من فيتنام وهو زميل فاضل، ثم الدكتور هيثم في مرحلة سابقة نتيجة العمليات المراجعة ان احنا بعثنا البحث ده لمجلة الساينس، كان موجود في الساينس ودخل تحكيم ريفيو، فبعثنا البحث ده هناك. فدكتور هيثم اقترح ان احنا نضيف دكتور هارد فيرنس وهو بروفيسور كبير جدا في جامعة فيرجن بي النرويج. كان هدفنا من البحث ده ان احنا نشوف او نبتكر او نقدم للعلم ساعه جيولوجيه تقدر تحدد بدقه الموعد اللي اصطدمت فيه الهند باوراسيا وكونت سلسله جبال الهيمالايا وما واكب ذلك من تغيرات مناخيه واحتباس حراري وانقراض او موجه انقراض كانت في الفتره دي على سطح كوكب الارض كله. الساعه الجيولوجيه بتاعتنا مش بس لقياس او لتحديد موعد اصطدام الهند بأوراسيا، وبالتالي هي يمكن استخدامها في تحديد الأعمار الجيولوجية للأحداث الهامة بدقة أكثر من سابقاً. يعني إيه الأحداث الهامة في الجيولوجيا يا دكتور؟ يعني إيه الأحداث الهامة في الجيولوجيا؟ طيب إحنا كان عندنا زمان قارة واحدة بيسموها بانجيا، ثم انفصلت وإدت لنا جندوانا العظمى. جندوانا العظمى دي كانت مجموعة كده من القارات اللي هي موجودة دلوقتي، كانت لأ قارة واحدة، ابتدت تنفصل عن بعضها. فمثلا الهند دي كانت جزء من ايه؟ او كانت موجوده مع مين؟ مع مدغشقر عندنا. فبدات تنفصل عن مدغشقر من حوالي 66 مليون سنه. الاحداث دي اللي هي بيسموها تزحزح القارات او الالواح التكتونيه او نظريه الالواح التكتونيه، بيبقى في حركه، الحركه دي كان بيصاحبها دايما تغيرات جغرافيه هامه، تغيرات مناخيه كبيره جدا على سطح كوكب الارض. تغيرات في المحتوى الحافي وفي نوعية الكائنات الحية اللي كانت موجودة. فمثلا في من 55 مليون سنة اللي هو زمن اصطدام الهند بأوراسيا زي ما تحدد في البحث اللي احنا نشرناه، ده كان حصل حاجة اللي بيسموها موجة احتباس حراري كبرى ضربت كوكب الأرض كله، فارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 5 درجات. ده أدى إلى إيه؟ احنا دلوقتي بنتكلم، احنا عندنا ان شاء الله دولتنا العظيمه بتحضر لكوب 27، صحيح، كوب مؤتمر التغيرات المناخيه في شرم الشيخ. ايوه، احنا كمان بنربط اللي حصل من ملايين السنين باللي حصل دلوقتي. هل ممكن يحصل كوارث مماثله للي حصل من 55 مليون سنه؟ 55 مليون سنه الظاهره دي ادت لاندثار او موجه انقراض اكثر من 90% من الكائنات اللي كانت عايشه في البحار والمحيطات البحريه، وحوالي 35% من الكائنات اللي كانت عايشة على سطح كوكب الأرض كله. فهمت. طيب، هل ده معناه أنه أبحاث من النوع ده زي ما حضرتك شرحت هي ممكن توضح لنا باعتبارنا مقبلين على كوب 27 في نوفمبر القادم مستقبل هذا الكوكب ممكن يمشي ازاي اذا سرنا على نفس النهج او التغيرات المناخيه صارت على نفس النهج، وبالتالي نقدر نفهم كمان اذا كان هتحصل لا قدر الله موجات من الاندثار والانقراض لكائنات ومجموعات بالكامل؟ هل من الممكن بهذه الابحاث نقدر نفهم ايه الطرق التلافي او العلاج او ازاي الكوكب بيقدر يعيد علاج نفسه تاني؟ طبعا دكتور استاذ يوسف، احنا العلم والبحث العلمي هو يعني بيقود دايما في حته التغيرات المناخيه. انا هدي لحضرتك حاجه نوت صغيره كده. اتفضل يا فندم. ايه، انا بقول لحضرتك ان الاحداث اللي حصلت من 55 مليون سنه دي درجة حرارة كوكب الأرض كله، مش درجة حرارة اللي هي على الأرض اللي احنا بنسلق، درجة حرارة الكوكب زادت بمقدار من 4.5 لـ5 درجات في فترة تتراوح من 150 ل 200,000 سنة. تمام كده؟ طيب، جم العلماء في سنة 2017 كانت نشرت بيبر في مجلة كبيرة اسمها جندوانا ريسيرش، العالمة اسمها كيلر ومعاها أساتذة مصريين برضه الأستاذ الدكتور حسن قزيم من جامعة أسوان، وعملوا موديل بيقارنوا فيه إيه؟
معدل التلوث وارتفاع في درجه حراره كوكب الارض من بدايه الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه دي هي اللي احنا بنقول ايه، ابتدى الانسان بقى يدخل ويلوث الكوكب ويطلع الغازات الدفيئه اللي بتؤدي الى الاحتباس الحراري والمشاكل اللي احنا بنعاني منها الايام دي كلها. ايوه. طب وجدنا ان احنا من في اخر 250 سنه بس درجه حراره الكوكب زادت بمقدار كام؟ قد ايه؟ من 2 لـ2.5 درجه. انت متخيل؟ زاد 2.5 درجه، يعني اللي هم اسرع 1000 سنه او اسرع 1000 مره. اسرع 1000 مره. وحطوا موديل، لو انت وقفت التغير الغازات الدفيئه او مسببات الاحتباس الحراري، وطبعا ده مستحيل ان انت هتيجي ايه تدوس على الزرار كده تروح تقف. انا بوقف احتباس حراري، الكوكب ممكن يسرفايف لحوالي 500 سنه، 5 قرون سنين. طيب لو انت حافظت على معدل التلوث الحالي، يعني انا ثبته بس ما خليتوش يزيد، قال لك ان انت قدامك قرنين. طب لو انت فضلت ماشي بالاسلوب ده بقى اللي هو التزايد، المعدل بقى الريت اللي بيزيد بيه معدل التلوث ومعدل زياده درجه حراره الكوكب، قال لك لا لا لا، احنا ممكن نتعرض لكارثه زي دي بعد 100 سنه مثلا من دلوقتي. يا نهار ابيض. طيب عندي سؤال اخير، معلش انا اثقل عليك بس انا الحقيقه ما بصدق ابقى بلتقي او بسمع علماء، يعني هل هذه الابحاث، والله بتكلم بجد ما بصدق بالمعنى الحرفي، يعني هل الابحاث دي من شانها انها تقدر تفهمنا اعمار الاعراق المختلفه اللي موجوده على الكوكب؟ يعني العرق الافريقي كده يبقى عمره قد ايه، اذا كان العرق القوقازي يبقى قد ايه، الخ الخ، يعني لان انا مشغول بالقصه بتاعت لو انا عرفت بدايات الاعراق يبقى هقدر احدد اصول الحضارات كمان. طيب هي يعني حته بعيده من تخصصي، بس مبدئيا يا استاذ يوسف، الانسان اللي زيه زيك اللي هو البني ادم، يعني اقدم حفريه او هيكل الانسان تتراوح من 200-300 الف سنه، احنا هنقول في اول مليون سنه، لا هنقول 2 مليون سنه. اقدم حفريه دي اللي هي كانت لوسي. لا لوسي اقدم بشويه، هنقول في شبيه الانسان، تمام؟ اوكي. ماشي، فانما احنا بنحكي الاحداث الجيولوجيه اللي من 55 مليون سنه، لا ما كانش فيه الانسان وما كانش فيه الكائنات اللي عايشه دلوقتي، كان فيه الاسلاف بتاعه يعني ممكن بقى في تخصصات ثانيه هم يبقوا اكثر يقدروا يتكلموا فيها مننا في الحته دي. لكن اللي بتكلم فيه هي مساله التحركات اللي حصلت ما بين القارات والتحركات بتاعه الالواح التكتونيه وما الى ذلك، دي ممكن تساعدنا في فهم بدايات الاعراق او حتى انتقالات البشر بعد كده حصلت ازاي. دي ممكن تفهمنا الاوقات اللي انفصلت فيها القارات بشكلها الحالي ده. أيوة. الحالي بالظبط حصلت امتى؟ اللي بعدها بملايين السنين، بعشرات الملايين من السنين ابتدى يظهر الانسان وابتدى يتحرك وينتقل من قاره لقاره ومن مكان لمكان. طب معلش حته كمان علشان دي اللي كنت قاعد تقرا فيها كتير واتلخبطت، هي بحر. اوروبا واسيا قاره واحده ولا قارتين؟ عشان انا قريت مجموعه ابحاث بتقول لا هي قاره واحده يصح تسميتها اوراسيا بدلا من ان تكون اوروبا واسيا. هم بيعتبروهم لوح تكتوني واحد، عندنا في الالواح التكتونيه يعني بعض النظريات بتعتبرهم لوح تكتوني واحد، فبيسمى اللوح الاوراسي. ما بين اوروبا واسيا، انما جغرافيا هم قارتين منفصلتين. قارتين، بالعلم هم قارتين. صح كده؟ نعم. ماشي، عشان انا داخل رهان مع واحد صاحبي على القصه دي ودخلنا في نقاشات بقالنا يجي سنتين وانا اوري له في ابحاث وهو يوري لي في مقالات لما تهرينا انا وهو. انا بشكرك جدا. هم قارتين. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك وربنا يوفقكم، كل الشكر للدكتور احمد محمد الدسوقي الدكتوراه في علم الجيوفيزياء بكليه العلوم جامعه السويس، ايضا الشكر موصول لدكتور هيثم صحصاح وهو شريكه ايضا في هذا البحث وفي هذا الفريق الدكتوراه في علم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة دمياط، وبالمناسبة ده الفريق البحثي وبينشروا أبحاثهم في مطبوعة ساينتفك ريبورتس والصادرة عن دار نيتشر، أكبر وأهم دار نشر للأبحاث العلمية على مستوى العالم. هم يرون أننا نقود هذا الفريق، شيء عظيم. مش مهم صحيح هم يرون ايه، بس الشهادات بتاعه الداعي الاخر يتكلم عنك دي بتبقى مهمه بالنسبه لي جدا، علشان الناس بس تبقى فاهمه، الناس في العالم بالمناسبه يبقوا عارفين يعني ايه العالم المصري. انا في رايي ده المفروض يبقى اغلى سعر عالم في الدنيا والله العظيم، 3 حقيقي يعني.
وبحترم قوي العلماء اللي بيفضلوا مثبتين هنا دول، والله بجد، يعني بيجري ورا حلمه جوه بلاده. ان شاء الله كمان واللي موجودين بره هينورونا ويشرفونا ويساعدونا وتبقى الدنيا مختلفه.